بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سأعيش معكم في هذه الومضات بعنوان صورة وتعليق. كما نرى أمامنا هذه الصورة 3D طبعا، ولكن هي تمثل القلب تماما، قلب الإنسان. انظروا كيف يتوضع، أحاطه الله بالقفص الصدري، أحاطه بمجموعة من العظام لحمايته، لأنه لو كان مثل اليد أو مثل بقية أعضاء الجسد ربما يتعرض للأذى، لأن هذا يحدد حياتك أيها الإنسان. هذا العضو الذي هو القلب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو، انظروا هذا الشكل الرائع الذي يقوم بالنبض لمدة 60 أو 70 عاما، طيلة حياتك أيها الإنسان لا يتوقف. يضخ كميات هائلة من الدم هذا القلب. السؤال الذي أود أن أطرحه أيها الأحبة، وطرحه العلماء كثيرا ولم يجدوا إجابة عليه: لماذا ينبض هذا القلب؟ ما الذي يجعل هذا القلب ينبض؟ لا أحد يعلم. ما هي القوة المحركة؟ يعني نحن نعلم إذا كان لدينا مضخة تضخ الماء، ترفع الماء، تحتاج إلى كهرباء أو إلى طاقة، مصدر لتوليد الطاقة، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى تنظيف، ولها عمر افتراضي 2، 3، 4، 10، 20، تنتهي. طيب هذا القلب، هناك أناس يعيشون أكثر من 100 عام. هذا القلب يبدأ بالنبض في 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 يعني داخل الجنين عندما يكون عمره لا يتجاوز 4 أسابيع، يعني بعمر الشهر تقريبا يبدأ هذا القلب بالنبض، أو ربما قبل ذلك، ويستمر حتى آخر لحظة من حياتك أيها الإنسان. طيب أنا أريد أن أفكر وأخاطب كل إنسان مشكك، أقنعني كيف يعمل هذا القلب، من أين يأتي بالطاقة، من أين يأتي بهذه القوة المحركة والتي تنظم. ثم هناك أيها الأحبة، معهد رياضيات القلب في أمريكا عمل مجموعة كبيرة من الأبحاث حول المجال الكهربائي أو المغناطيسي للقلب. تبين أن المجال الكهرطيسي أو الكهربائي للقلب أقوى ب100 مرة من المجال الكهربائي للدماغ. تفاجأ العلماء بهذه النتيجة. من أين يأتي بهذا المجال الكهربائي؟ أنا أريد تفسير من كل من يقول إن هذا الإنسان خلق عن طريق المصادفة. من الذي يقوم بتوليد هذا المجال الكهربائي؟ طيب هذا المجال الكهربائي هل هو عبثي؟ لا، يتناسب مع ما تفكر به، يختلف شكله. حتى الآن علماء يجهلون على فكرة، هم لم يستطيعوا تحليل هذه الذبذبات التي يطلقها القلب باستمرار خلال عمله، لا يعلمون ماذا تعني. ولكن من العلماء من يقول إن هذه الترددات الكهرطيسية تؤثر على الدماغ، تؤثر على دماغك أيها الإنسان، بل وتتحكم في دماغك. لذلك أنا لدي آية عظيمة الآن أستطيع أن أفهمها بشكل أفضل في ظل الاكتشافات العلمية: لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن القرآن يحدثنا عن مهمة للقلب هي الفقه. هذا الفقه أيها الأحبة كيف يقوم به القلب؟ يقوم به من خلال المجال الكهربائي القوي الذي يؤثر على الدماغ ويوجه الدماغ. فمركز الفقه موجود في القلب، ولكن الدماغ يعمل كوسيلة أو كجهاز ينفذ الأوامر. الأمر ينطلق من القلب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلحت، سماها مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن هذه المضغة هي التي تتحكم بعواطف الإنسان بموضوع الإيمان والكفر، ولكن في داخلها الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالفؤاد أنت تتحكم به. انتبهوا أيها الأحبة،
الله لن يسألك عن شيء غير اختياري، لن يسألك عن اللاشعور. يعني أنا مثلا في جسدي عندما أركض تزداد دقات القلب، تزداد نسبة السكر في الدم أثناء الغضب، هناك مجموعة من الهرمونات تفرز بسبب مواقف مختلفة، موقف عاطفي، موقف ضحك، موقف لعب، موقف خوف، موقف اكتئاب. أنا غير مسؤول عن الأشياء اللاشعورية، ولكن بما أن القرآن أخبرني أنني مسؤول عن الفؤاد، إن السمع، السمع أنا بالفعل أستطيع أن أمتنع عن ماذا؟ عن الاستماع لما حرم الله. أستطيع وأنا أفتح مثلا موقع مثل يوتيوب أو فيسبوك أن أذهب إلى مقاطع فيها ذكر الله، فيها فائدة علمية، فيها شيء، فيه خير، علم فيه خير، قرآن كريم مثلا، إعجاز علمي، معجزة أطلع عليها، أحلق وأطور مداركي. وبإمكاني أن أذهب إلى موقع أغاني ورقص وربما إباحي، أعوذ بالله من ذلك وغير ذلك. فأنت تستطيع أن تتحكم بسمعك وبصرك، إن السمع والبصر، عرفنا ما معناه. طيب والفؤاد؟ إذن الفؤاد هو شيء موجود هنا في داخل القلب، في القلب هذا. هذا الفؤاد أنت الذي تتحكم به من خلال النفس. النفس أنت تتحكم بها، فتتحكم بهذا الفؤاد فيعطي الأوامر للدماغ، يعطي الأوامر. يعني الدماغ لن يحاسب بالنيابة عنك، ولكن الفؤاد أنت مسؤول عنه، هو أمانة في عنقك. مثل هذا البصر، البصر أنت مسؤول عنه، السمع أنت مسؤول عنه. لذلك الله تعالى ماذا قال في آية عظيمة؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الذي يصبح في حالة عمى عندما لا يستمع ولا يسمع قول الحق، لا يسمع قول، لا يريد سماع الحقيقة. من الاكتشافات المهمة أيها الأحبة لمعهد رياضيات القلب أن هذا القلب أيضا مسؤول عن العقل. سبحان الله، مسؤول عن العقل. لذلك الله تعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب ماذا؟ يعقلون بها، يعقلون بها. والله أيها الأحبة، كل آيات القرآن لا يوجد حقيقة علمية تناقضها. أنا أقول لكم، وتحديت الملحدين كثيرا أن يأتوني بحقيقة علمية. طبعا العلماء يقولون القلب مضخة، معظمهم يقولون هو مضخة له أدوار يعني، ولكن ليس له علاقة بالعقل. لا يستطيعون أن يقولوا ليس له علاقة بالعقل. هم يقولوا لم نتوصل لذلك، لم نتعرف على أسرار القلب بعد. نحن نقول ومتأكدون أيها الأحبة أن هذا القلب مسؤول عن العقل. لهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن هذا القلب له علاقة بالعقل، له علاقة بالفقه. وفي آية أخرى: إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت، وجلت يعني خافت قلوبهم. هذا القلب يخاف أيها الأحبة، ولكن لدى المؤمن. طيب، من الاكتشافات الحديثة أن دماغ الملحد يشمئز، وهناك مناطق تنشط، مناطق تناقض في الدماغ، يمكن أنا أن أسميها كذلك. هناك مناطق مسؤولة عن الأفكار المتناقضة تنشط في دماغ الملحد بشدة، وتدل على أنه محرج ومتناقض ومتضايق عندما يذكر اسم الله أمامه. عندما تذكر آية قرآنية، تذكر حديثا نبويا، تذكر قدرة الله أمام هذا الملحد، دماغه يشمئز، يتناقض، يريد أن يهرب، يريد أن لا يستمع. طيب، قلنا القلب هو المسؤول، القلب هو الذي يعطي الأوامر للدماغ ليحدث حالة التناقض، لأن الملحد متناقض مع نفسه. هو في داخله مفطور على الإيمان، مفطور على الإيمان بالله واليوم الآخر، كما في دراسة علمية. وفي
في الظاهر ينكر ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو متناقض. لذلك أيها الأحبة، هذا الملحد ماذا قال الله فيه؟ ماذا قال الله؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قلب هذا الملحد تجده يشمئز وينقبض، فيعطي أوامر للدماغ، فالأجهزة تقيس ما يحدث في الدماغ، سبحان الله، تقيس هذا التناقض الذي يحدث في الدماغ من خلال تنشيط مراكز محددة. طيب، أنا بقي سؤال واحد فقط أوجهه لكل من يحاول أن يشكك بهذا القرآن: من أين جاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومات؟ كيف استطاع أن يؤلف لنا 6236 آية؟ لا توجد آية تناقض حقيقة علمية يقينية. والله إن هذا الأمر ليشهد أنه رسول صادق في دعوته، كما وصفه ربه بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.